قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل وسلم عليه، من تعزى بعزاء الجاهلية فأعظوه بهن أبيه ولا تكنه. ما معنى هذا الحديث وهل هو صحيح؟ نعم، علما أن الألباني قال رواه الترمذي وأحمد. هو صحيح، ومعنى تعزى بعزاء الجاهلية يعني افتخر بالحسب والنسب، لأن التعزية بمعنى التقوية، وقول أعظوه بهني أبيه ولا تكن، يعني ذكر أبيه، يعني قولوا له عظ ذكر أبيك، واضح؟ وإن شاء أن يقوله باسمه المعروف عند العوام. وهذا مثل قول أبي بكر رضي الله عنه لرسول قريش في صلح الحديبية، قال له: أمصص بذر اللات، البذر الفرج، وهي كلمة تقبيح وتهجين. نعم.